عدري الموقع جميل. تعتبر قرية أبا عدري واحدة من أهم المدن اليزيدية، حيث يتواجد فيها المقر الرئيسي لأمراء اليزيدية المعروفون بأمراء الشيخان. وتبعد قرية أبا عدري عن قضاء الشيخان حوالي 6 كيلومتر، وتقع إلى الجنوب من محافظة دهوك. أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، ابقوا معنا وجولة في قرية أبا عدري وبرنامج نافذة يزيدية. رغم قساوة الطقس وبرودة الأجواء وسقوط الأمطار الغزيرة في يوم شتوي كهذا، إلا أنها لم تثني عزيمة فريق برنامج نافذة إيزيدية من أن يواصل عمله ويعد حلقة عن قرية أبا عدري. ولكل مدينة قصة تحكي تاريخها وما مرت بها من أحداث ووقاع بقيت عالقة في الذاكرة الإنسانية تروي ما حدث في ذلك الزمن الغابر. ولقرية أبا عدري قصة تحكيها للأجيال تروي مآثرها ومواقفها وتخلدها الأجيال تلو الأخرى لتبقى سجلا مفتوحا مسطرا بصفحات من نور وبخطوط من ذهب وتاريخ حافل بالأحداث والمحطات الكثيرة التي يستوجب الوقوف أمامها وقوافل عديدة مرت منها بعضها لسلاطين وأمراء وملوك ورؤساء وقفوا في موضع أبا عدري وأكلوا من زادها وشربوا من مائها وتمرغوا بترابها فشكلوا جزءا متكاملا من تاريخها وتراثها. أما في غارة عليها أو في ضيافة لديها أو لتبليغ فرمان ضدها. أبا عدري بمرور التاريخ كانت عاصمة اليزيدية في كل أنحاء العالم، بها الإمارات اليزيدية صارت. ومن الناحية التاريخية القديمة أبا عدري جاية من كلمتين بهدرة باللغة الآرامية القديمة معناها بيت المعونة. يبدو كانوا يجمعون الخيرات والمساعدات، العالم كانت فقيرة في قديم الزمان، يجمعون الخيرات وفي أبا عدري يوزعوها على الناس المحتاجين والفقراء. وأبا عدري هسا من الناحية الاجتماعية هي ناحية تابعة لقضاء الشيخان. بدأت أبا عدري منذ بداية التركيبة الاجتماعية للاستيطان اليزيدي، أنا أقدر أقول لك هاي من 3 عوائل رئيسية بدت: بيت المير اللي هي أرقى طبقة دينية ودنيوية بين ديانات اليزيدية، والجانب الثاني عائلة البير اللي كانوا موجودين قدم تاريخ أبا عدري موجودين أبا عدري، وعائلة بيت القوال هم اصلا اصلهم من أبا عدري. بدت من هاي التركيبه الاجتماعيه قريه أبا عدري، بدت من هاي 3 عوائل. بمرور الزمن ونظرا للظروف المعيشيه للقرى اليزيديه اللي تحاور قريه أبا عدري، بدا الاهل اللي ورا أبا عدري يعني خارجين نطاق أبا عدري يستوطنون قريه أبا عدري، يعني بدت الكثافه السكانيه تتكاثر. أبا عدري مركز ناحية في قضاء الشيخان تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل بمسافة تقدر بحوالي 50 كيلومتر، وإلى الشرق من مدينة دهوك بمسافة تبلغ 32 كيلومتر. أما حدودها الإدارية فتحدد بالسلسلة الجبلية الممتدة في الشمال الشرقي منها والمسمى بسلسلة جبل سمروت البالغ ارتفاعه 756 متر. أما من جهة الغرب فإن حدودها تتحاذى مع الحدود الإدارية لناحية القوش. ويبلغ عدد سكانها حسب الإحصائيات الرسمية لعام 2008 13,778 شخصا، وفيها واد فيه مياه عذبة تسقى بساتينها ومزارعها، وسكانهم هم خليط من العشائر الإيزيدية. وجاء ذكر أبا عدري في كتاب أصول أسماء المدن والمواقع العراقية لجمال بابان، حيث قال: تسمى أبا عدري وأبا عدري بالكردية، نفوسها 760 نسمة، وهي من قرى قضاء الشيخان وتقع على مسافة 10 كيلومترات من عين سفنة. ويقول البعض إن اسمها آرامي يعني بيت العماد والعون والمساعدة.
وكانت قرية مشهورة في تاريخ النصاطر الكلدانيين، وهي الآن من أهم المراكز الإيزيدية وفيها مقر رئيسهم. من ناحية أخرى، عراقة بعذرة تعود إلى آثار موجودة في منطقة بعذرة، وهي آثار نسميها ناوسكا، حافرين بالحجر. ترجع هاي الآثار إلى تاريخ المثرائية. المثرائية اللي هي أقدم ديانة في الشرق الأوسط في منطقة ميزوبوتاميا، معناها كانوا يقدسون الإله مثرى اللي هو رمز الشمس، والشمس لا يزال هو مقدس عند اليزيدية كما يعلم الجميع. والشمس نتجه إلى الشمس في كقبلة للدعاء وللصلاة مع اليزيدية. فالتركيبة الاجتماعية اتغيرت، لأن قبل كانت بعذرة الكل يعرف الثاني، ماكو واحد غريب. اطلع من بيتي القي لي واحد قدامي، يا ابن خال يا ابن عم يا قرايب، الغريب ما تشوفه ببعذرة. العشائر الموجودة ببعذرة هسا، يعني احنا قلنا قبل كانوا 3 عوائل متعارفين ومتكافئين وبنفس الشغلة، اللي شغلهم العادي يكون الفلاحة، انت تعرف شلون الوضع الاجتماعي، وقبل اهم من هسا همين. لبعذرة شخصيات كثيرة تركت بصماتها على تاريخ القرية والمنطقة كلها، وبرز منها الرجال الشجعان من أمثال علي بيك الكبير الذي ما زال شلال قلي علي بيك ينطق باسمه. وفي السياسة والإدارة برزت الشخصية ميان خاتون بنت عبدي بيك التي استطاعت أن تدير شؤون إمارة الإيزيدية رتحا من الزمن وبحنكة ودراية عالية، فسجلت لنفسها اسما لامعا في عالم السياسة. وما زال حفيدها الشيخ الأمير تحسين ابن سعيد بيك يسير على خطاها. والعالم الديني فقير حجي، وفي العصر الحديث برز اسم المناضل والبيشمركة الشهيد محمود الإيزيدي والبيشمركة الشهيد أرجان ماري، وأول معلم إيزيدي المرحوم عبد الكريم إسماعيل بيك. وفي الأدب برز الكاتب والأديب المرحوم سعيد تحسين بيك وزيد بعذرة وبدا الفقير حجي وفائز الحراقي. وفي الفن التشكيلي الفنان كمال الحراقي، وفي الموسيقى عادل عبو وصباح عتو والأخوان رائد وعبو. من الشخصيات البارزة اللي لها أثر بالتاريخ طبعا مير جعفر الداسني، هم كان قريب على منطقة بعذرة. ومن الشخصيات البارزة محمود اليزيدي اللي كان قائد كردي بطل ثورة جولان الكردية، ولا زال التاريخ يشهد باسمه بطولاته. بصراحة كان قائد أسطوري، يعني يحكون عنه أنه كان يسوي عمليات أسطورية تقريبا بالمنطقة، وهو بيته موجودين بعذرة، وابنه اللي هو اسمه محمود الآن بالقيادة الكردية. وشخصيات أخرى، علي جوقي هم كان من الشخصيات البارزة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يزال أبناؤه موجودين بعذرة والناس تفتخر بهم. وأيضا يزدي ميرزا اللي كان لا زال أبناؤه عايشين بعذرة، كان من الأبطال اليزيدية اللي راح لنصرة بغداد وكسر الطوق على بغداد، وبالرغم من أنه كان أمير، هو أمير ولاية الموصل في وقتها، وعنده نصب تذكاري هسه بعشيقة وبحزاني. واليزيدية تفتخر بهاي الشخصيات اللي دافعت وناظرت من أجل الدفاع عن اليزيدية وعن معتقداتهم على المنطقة.